وقفشه ليهم كريدت في الماتش ده، يعني غير طبعا البطوله الفرقه كلها كانت نجوم، شوبير كان واحد من نجوم الماتش، شوبير الحقيقه كل ماتش بياكد وبيرسخ خليك فاكر لفكره اني قلت لك، حقيقي قلت حقيقي لك من من اول البدايه الناس اللي قالوا، وانا كنت بقول له مصطفى كنت شوبير قلقان من يقدر شويه من يتحمل المسؤوليه صحيح صحيح كامله شخصيا. دايما بص يعني بالذات اتنين بشوف ان هم محتاج اشوفهم عملي، راس الحربه وحارس والحارس المرمى، ده صحيح يعني اي مركز تاني ممكن اقول لك اطمن له بسرعه بيحتاجوا شخصية. اشوفه في ماتش اتنين فابقى تمام، لكن لا محتاج مش بس كده، محتاج كمان انا بقول لك الثقه من الجمهور في طبعا المركزين دول طبعا تحديدا، ما تجيش الا بثبات في المستوى وامكانيات تتبرهن بشكل عملي، تقول لي صحيح. بقى جول كويس، تقول لي مش عارف بتاسس ازاي، تقول لازم اشوفه واطمن ليه، لانه انا حارس المرمى بالنسبه لي ابقى مطمن اول ما اسمع اسمه في سكور شيت صحيح احس ان طبعا انا تمام هنا خلاص طبعا. مفيش الشناوي مشكله. مطمنا بقاله سنين طبعا طويله طبعا جدا طبعا يعني، ونتمنى الشناوي كان عودته باذن حاضر، الله. وياسر كان حاضر المباراه في الملعب، والجمهور هتفلوا كتير جدا. وعجباني الروح كمان اللي موجوده احمد جدا جدا بين كل اللعيبه، يعني مثلا قفشه، مين اللي خد مكان قفشه؟ اقربهم امام. مش اقربهم، هو امام مظبوط. يعني الروح اللي موجوده النهارده غير طبيعيه، يعني ايوه ما فيش حد ممكن، واحد موجود في منتخب مصر، واحد موجود اساسي في النادي الاهلي، بيجي لاعب بياخد مكانه وبيلعب هو الاساسي وبياخد الشو كله، ومع ذلك قفشه بكل، عشان كده بقول لك قفشه في حاجه لله دايما، يعني اللي سايب نيته على الله ورامي حموله على الله، ده مع امكانيات طبعا وشغل ومجهود كبير جدا، واشدنا بقفشه كتير جدا جدا في انه بيشتغل على نفسه. لا وهو حاضر يعني دايما الحقيقة يعجبني اللعيب، يعني في ناس كتير جدا لما بتحس انه مفيش اعتماد بشكل اساسي عليها تبقى داون خلاص يعني، بتبعد. لكن انت تفتكر قفشه في بطوله افريقيا اللي خدناها على حساب الزمالك صحيح، كان حاضر وسجل كان قاضيه، وصل البيك بتاعه اللي يعني بعدها كايزر تشيفز حاضر وسجل، طبعا. لا فكره حتى ماتش الوداد اللي احنا كسبنا البطوله الاخرانيه هو قفشه جايب 3 دوري ابطال صح؟ مع صحيح الاهلي ايوه رصيده يعني في دوري الابطال، بطوله القاضيه هو اللي مخلصها رغم انه طبعا السوليه حطت الهدف الاولاني، بس هدف القاضيه ممكن غطى لانه كان هدف الحسم. البطوله الثانيه هو والسوليه، واعتقد كان معاهم محمد شريف ثلاثيه كايزر تشيفز. ماتش الوداد الاخراني اللي جاب بيه لقب الثالث، لو تفتكر سيناريو الماتش الاهلي كفته ما مالتش وركحت الا بعد بعد نزول النزول قفشه، ده محمد صحيح مجدي ده قفشه، صحيح. وده اللي حصل بالمناسبه في ماتش الفاينل برضو الزمالك بتاع صحيح الزمالك. بيصنع الفارق، وهو ده هي دي قيمه قفشه. يعني دايما بنقول انه في لعيبه كتيره جدا جدا بتبذل مجهود كبير، ممكن تجري بدل 10 كيلو 15 16 كيلو اثناء المباراه، لكن في النهايه انت عندك حد بيصنع الفارق ده. عندنا نماذج كتيره جدا جدا في النادي الاهلي كانت بالشكل ده، يعني لو اتكلمنا عن اقرب الامثله ابو تريكه كان مثلا، وليد صلاح، دين، في حد دايما بيصنع لك الفارق لانه امكانيات مختلفه ذهنيه وفنيه وبدنيه. قفشه واحد من الناس دي، واعتقد انه يعني يطلق عليه طبعا صاحب السعاده او صانع تاجر السعاده السعادة او تاجر السعاده، لان قفشه الحقيقه يعني مع مجهوده الكبير جدا جدا احمد الفتره اللي فاتت، لان قفشه من الناس اللي اشتغلت على نفسها مع مستر كولر وتغيير فكره، لان قفشه كان واحد من الناس البعيده جدا عن فكر مستر كولر، لانه ما بل بل يعني طبيعي كده ما كانش بيدافع او ما كانش عنده الناحيه أدوار الدفاعيه الدفاعية او ادوار دفاعيه زي الناحيه الهجوميه، لكن قفشه قدر يعدل من ده، ما غضبش وزعل وقال لا وركن بقى خلاص وما قدرش، وارتكن على اللي حققه مع النادي الاهلي، لكن اشتغل على نفسه. النهارده قفشه تشوفه بيدافع وبيهاجم بيقوم بالدورين، عشان كده ربنا كرمه بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي، وقدر يحقق انجازات كبيره جدا جدا مع النادي الاهلي، وهو يعني مشارك بشكل اساسي وكبير جدا جدا فيها، او في صناعه هذه الانجازات مع النادي الاهلي. فرحان لإمام بصراحة، لأنه من الناحية المعنوية سيبك من بطولة هو فاز معانا قبل كده، هو حس يعني إيه مدرسة الأهلي، أو يعني إيه كيان النادي الأهلي، ولعب مع فرق كبيرة وكسب فرق كبيرة وماتشات صعبة، أي لاعب يتهيألي يحلم مكسبها في حد ذاته بطولة، ما تلعب مع أندية في كأس عالم زي اتحاد جدة وزي أوراوا ريدز وتكسب وتحقق ميدالية برونزية، ما تلعب سوبر وتحقق بطولة سوبر، لما تلعب مع الأهلي وتحقق بطولة كأس مصر، كل ده بالتأكيد بيأكد له إنه
القرار كان سليم وناجح داخليا كمان عنده، لكن فكره انه كان يبقى في محاولات ل ل ل ل ل يعني للتاثير فيه معنويا، او انه يعني محاوله انه احباطه مثلا أو اغتياله، مش عايز اقول كلمه اغتيال دي تقيله شويه، لكن كان في محاوله لان التجربه بتاعته تفشل يعني. صحيح. اعتقد انه امبارح في مباراه زي دي وفي بطوله زي دي بكل المقدمات اللي احنا اتكلمنا عليها، انه يسجل هدف ويصنع الاخر يعني ويصنع الثاني كمان يعني اعتقد كانت مهمه جدا. يعني امام انا الحقيقه طول عمري رايي في انه لاعب فنيا وبدنيا مختلف، يعني واحد من الناس اللي بيصنعوا الفارق برضه، مختلف عن امكانياته وقماشه لعيبه كتيره جدا جدا موجوده في هذا المركز. يعني كنت قلقان بس انه ما يندمجش او ما ينسجمش مع الكيان ومع مجموعه لعيبه في النادي الاهلي، لكن عايز اقول لك انه غرفه ملابس النادي الاهلي، وده اللي لازم نشيد بيه احمد جدا، بتستوعب كل اللاعبين. ما فيش لاعب جه من النادي الاهلي من الخارج وما قدرش ينسجم بسهوله. يعني اتكلم حتى عن موديست، اتكلم عن رضا سليم، اتكلم عن مؤخرا يعني وسام ابو علي في ثواني، يعني ما فيش يومين ثلاثه بتلاقي الناس دخلت جوه الكيان وخلاص مشيت الامور. فامام من ضمن الحاجات اللي فرقت معاه فنيا كتير جدا او في مستوى كتير جدا هي غرفه ملابس النادي الاهلي واحتوائهم لامام، واعتقد جماهير النادي الاهلي طبعا الدعم الاول والاخير لكل ده. فاعتقد ان ده فرقوا كتير جدا جدا مع امام، كان ممكن يعني كان ممكن امام يروح في حته تانية بعيدا عن المستوى ده والتركيز ده لو ما فيش جمهور النادي الاهلي وما فيش غرفه ملابس النادي الاهلي، طبعا مع المستر كولر ومع مجلس اداره النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي، لكن عايز اقول لك ان دول بيفرقوا كتير جدا جدا مع اي لاعب يدخل القلعه الحمراء. فاتمنى ان امام يفضل مركز بهذا الشكل، امام خامه جيده جدا، واتمنى ان شاء الله انه يستمر مع ده، لاعب جيد جدا مفيد للنادي الاهلي ومفيد لمنتخب مصر ان شاء الله.